بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل ونستمر مع حضراتكم ضمن فعاليات هذا السباق المحلي الثاني، واليوم هو يوم ختام هذا السباق المحلي الثاني. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، كما نتقدم بالتهاني للفائزين في هذا السباق المحلي الثاني، وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. أعزائي الكرام، يأتيكم هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية في هذا اليوم 32 سبتمبر 2019، الموافق للأول من شهر صفر لعام 1441 للهجرة. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هنا في الشحانية هو عبارة عن إقامة 10 أشواط خاصة لسن الحيل والزمول لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، بينما تستمر المنافسات على أرضية ميدان البصير التي تشهد إقامة أشواط الحيل والزمول الخاصة بالأشواط العامة لهجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين هنا في هذا الميدان وهناك في ميدان البصير. أيها الأعزاء، ما هي اللحظات وينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي بمشاركة 24 حايل، ونصاب هذا الشوط هو بلغ 24. نتمنى إن شاء الله التوفيق والمتعة وطيب المشاهدة للسادة المتابعين عبر قناة الريان الفضائية في كل مكان في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر. كما أرحب بالسادة المستمعين عبر أثير الراديو، وهكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي انطلق هذا الشوط ودفت مع انطلاقته الغلوب. أرحب بالمتابعين، وهكذا تزين هذه الشعارات أرضية الميدان، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. الهدف هو اختطاف هذا الشوط المفتوح من قبل المؤسسات، من قبل الملاك، من قبل السادة المضمرين، ومقدمة الشوط مباشرة من تندفع مع الثواني الأولى من عمر هذا الشوط وتتقدم في هذه اللحظات هنا لبرذة على المركز الأول. المركز الأول لبرثة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، المضمر متعب بن عبد الله بن فهيدان. ننتقل إلى المركز الثاني، حيث تصل جزلة على المركز الثاني، تعود ملكية جزلة لهجن الشحانية، يضمرها المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. بينما دور المركز الثالث الوصول والانطلاق من الهدارة لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. إذن مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، إذن مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، ما زالت الانطلاقة في هذه اللحظات مع المركز الأول مع صدارة الشوط. ما زالت البرثة على المركز الأول، أو بالفعل الله، البرثة تبتعد عن كل المشاركات في هذا الشوط وعن كل المنافسين بهذا الشعار المميز، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني
هدف مالك البرده ومضمرها هو انتزاع. هذا الشوط الحساس للمضمرين بالفعل وللجمهور وللمتابعين. في يوم الأمس كان الشوط الحيل يا ابناء القبائل مع إنجاز المملوكة لصالح بن حمد القمرة بقيادة المضمر راعي العوايد حمد بن محمد بن جهويل، بينما شوط الشيوخ لمن؟ من هذه المؤسسات العملاقة، المؤسسات التاريخية، الملاك الكبار الحاضرين اليوم مع دهات التضمير، مع دهات المضمرين. المركز الثاني تصل جزلة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران. دور المركز الرابع تصل مهمة في هذا الشوط المهم أيضا من هجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد بن عبد الله العطية. دور المركز الرابع تتقدم توق من هجن المرقاب من التوق لاختطاف وانتزاع ناموس هذا الشوط المفتوح للحيل. ذروة سنام أشواط الحيل هذا الشوط، شوط وضعت له السيوف الذهبية من قبل أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، تكريما لهذه الفئة، تكريما لهذا السن ولمحبينها ولجماهيرها. الله يا سلام. المركز الخامس ومن تتقدم فيه في هذه اللحظة تصل في أول نداء، العبور عبرت إلى المركز الخامس، عبرت حاجز المركز الخامس إلى المركز الرابع وفي طريقها إلى الثالث. العبور من هجن الشحانية يضمرها جابر بن سالم بن فران المضمر الشبل، بينما البرثة على المركز الأول. شوف يا أبو سحيم هذا الإنجاز، شوف هذا التقدم والإعجاز، ولكن الهجوم الخوف يا أبو سحيم، الخوف من الشعار الشحاني، هذا الاندفاع القوية في هذه اللحظات من قبل جزلة. جزلة ترفع راية التهديد، ترفع راية التهديد على البرثة. كيلوين كفيلة بالملاحقة وكفيلة بحسم الموقف سواء للبرثة أو لجزلة ولمضمرينها. متعب بن عبد الله بن فهيدان يمتحن اليوم، يختبر اليوم مع الكبار، وهو أيضا من ضمن قائمة الكبار. أبو عبد الله ما زالت البرثة على المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. هل عين خالد مع المركز الأول؟ وصلك الذهبي يا متعب يا بن عبد الله يا ابن فهيدان. تصل جزلة على المركز الثاني. الله يا جزلة وهي جزلة بالفعل، شكلها جزل، أداءها جزل، عطائها جزل، شعارها أيضا مميز وجزل، بينما البرثة ما زالت صامدة حتى اللحظة. ولكن جزلة تتسلل تختطف المركز الأول في وقت حساس من عمر هذا الشوط. جزلة والبرثة، البرثة وجزلة، معركة الحيل، معركة الكبار، معركة الشوط المفتوح للحيل. الله الله يا سلام. الجزلة مع المركز الأول، هجن الشحانية تقدم جزلة، يتابعها المضمر الذهبي سالم بن فاران. المركز الثاني تتواصل فيه البرثة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، المضمر متعب بن عبد الله بن فهيدان. المركز الثالث ومن تتقدم، أول نداء لديمة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية مع المضمر المشاغب. المركز الرابع ومن تتقدم، مهمة لهجن الشحاني أيضا مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس، الله، هجن الشحاني عن جابر بن سالم بن فاران. الكيلو متر الأخير، تفتتح الكيلو متر الأخير. يا جزلة العطايا، حققت المنايا لمحبين هذا الشعار مع هذا الأداء الممتاز. جزلة هو واسمها مميز وشكلها مميز وآدائها مميز، بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات تنطلق جزلة منتزعة أقوى أشواط الحيل في هذا الصباح، مسجلة هذا العرض الاستثنائي، هذا الأداء الموفق مع بداية هذا الموسم. هذه مؤسستي هجن الشحانية، المؤسسة العملاقة في الإنتاج، سواء في إنتاج أم الزبار أو سواء
في أيضا مع شعار هجن الشحانية تقدم العروض الكبيرة، تقدم هذا الأداء الكبير. تهانينا للقائمين على هجن الشحانية، للمضمرين، للمسؤولين، ولجماهير هذا الشعار الأدعم الكبير، الشعار العناب المثير. هذه جزلة تنتزع الشوط الرئيسي، سلام يا جزلة سلام. تهانينا للمضمر الذهبي، الذهبي الذهبي، من يعشق الذهب. التوقيت في خطر، التوقيت في خطر، في خطر بدون أي أوامر. تهانينا تهانينا، ويتحطم التوقيت من مسافة 5 كيلومترات في هذا السباق المحلي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع جزلة، هذا الشوط الأول الرئيسي المفتوح، وعلى تحطيمها للتوقيت الزمني حيث كسرت حاجز 40 المركز الثاني. تهانينا أيضا للمضمر الذهبي سالم بن فهران من قادة جزلة لانتزاع واختطاف هذا الشوط الرئيسي المفتوح المركز الثاني. وصلت في المركز الثاني مهمة لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، المركز الثالث ديمة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت وغى لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، اللي وصلت في المركز الخامس العبور لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. هذه جزلة من حطمت التوقيت الزمني من مسافة 5 كيلومترات وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. 7 دقائق 38 ثانية، 49 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية، لمؤسسة هجن الشحانية، وتهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني وصلت مهمة، قطعت المسافة في 7 دقائق 44 ثانية، 80 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت فيه ديمة، قطعت المسافة في 7 دقائق 48 ثانية، 99 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية. لا شك مشاهدينا الأعزاء مع انتهاء هذا الشوط الأول الرئيسي بأن للمتابعين وللصحفيين وللمهتمين عنوان ومانشيت سيسجل بتوقيت جزلة في هذا الصباح. ما زلنا في بداية أشواطنا الصباحية، ولكن في الأيام الماضية من هذه المسافة لم يسجل هذا التوقيت المميز بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. ينطلق أعزائي المتابعين في هذه الأثناء هذا الشوط الأول الرئيسي للزمول لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، وأرحب بأخي وزميلي شجاع العتيبي. شكرا محمد بن بريك المري. بسم الله وعلى بركة الله، أيها المتابعين الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الأول، الشوط الرئيسي للزمول القعدان، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات بحثا عن الناموس، بحثا عن الانتصار. إذا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز جزلة بالشوط الأول والشوط الرئيسي. ومن قدم لنا جزلة سالم بن فاران المري الذهبي في التضمير والتوقيت الحدث في هذا المحلي الثاني. إذا متابعينا الأعزاء، على بركة الله أتقدم مباشرة مع المراكز المتقدمة، أتقدم مع وارد، وارد مع المركز الأول هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. من يقدم لنا وارد مع المركز الأول؟ ثاني الأسماء، ثاني التحديات، يصل في هذه اللحظات مهيوب، مهيوب مع المركز الثاني هجن الشحانية. جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم مع مهيوب على ثاني التحديات. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات غيث، غيث مع المركز الثالث لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني. من يقدم لنا غيث؟ حميد بن محمود بن عبد الحميد. من يتقدم على ثالث التحديات؟ المركز الرابع يصل في هذه اللحظات، يصل ويتقدم شاهين على رابع الأسماء لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد
بن علي آل ثاني من يقدم لنا شاهين. سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يدفع بشاهين على رابع الأسماء، على رابع التحديات. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات مكفي مع المركز الخامس، مكفي على خامس الأسماء. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري ينطلق الشبل مع خامس الأسماء، يندفع مع مكفي. الله الله، هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. الله، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. من ينطلق على أول الأسماء يندفع وارد، وارد مع المركز الأول، وارد على أول الأسماء. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم المشاغب في أول أشواط الزمول، يندفع المشاغب مع وارد. المركز الثاني، ثاني التحديات، مهيوب، مهيوب على ثاني الأسماء. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم الشبل مع مهيوب مع ثاني الأسماء. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات، يتقدم غيث، يتقدم غيث بشعار سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد آل ثاني. أحمد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود يتقدم مع المركز الثالث، يندفع مع غيث. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات شاهين لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد آل ثاني. سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يتقدم على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس التحديات، يصل في هذه اللحظات ونان على خامس الأسماء. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن ألاحظ التغيير من قبل مكفي. مكفي غير مع المركز الرابع إلى المركز الثالث. الله يا مكفي. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران ينطلق مع مكفي، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع الصدارة. وارد لازال متحكما بهذا الانطلاق، متحكما بهذا المسار. هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يندفع المشاغب على أول الأسماء. الله 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 يا وارد، يندفع مع المركز الأول. المركز الثاني، مهيوب على ثاني الأسماء، مهيوب مع المركز الثاني. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري ينطلق مع المركز الثاني، يندفع على ثاني الأسماء. المركز الثالث، ثالث الأسماء، مكفي. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا مكفي. المركز الرابع ونان، هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية. أعود مع وارد، أعود مع وارد مع المركز الأول. وارد لا زال متحكما بهذا الانطلاق الكبير. 1200 يا مضمرين، يا عمالقة، 1200 ما تفصلنا عن خط النهاية. وارد لا زال مع المركز الأول. الله يا المشاغب. هجن الشحانية، ولكن مهيوب، مهيوب غير مع المركز الأول. الكيلو، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو المضمرين، كيلو العمالقة. يتقدم مهيوب، يتقدم الشبل، يتقدم ويتواصل بهذا الانطلاق الكبير. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الزمول. مهيوب غادر، غادر وانطلق مع المركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. مهيوب، هجن الشحانية، شبل المضمرين، جابر بن
سالم بن فاران المري، وصلت إلى أسماء، وصل ونان ونان هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع ونان ونان ونان، غير مع المركز الثاني، انطلق نحو الصدارة، انطلق نحو الريادة، انطلق نحو القمة، ولكن مهيوب 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 الله هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق مع المركز الأول، ينطلق بالشوط الرئيسي، سلام شبل المضمرين، سلام سلام يا جابر، سلام سلام الأدعم، سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع مهيوب لأول أشواط الزمول، سلام يا مهيوب، سلام سلام هجن الشحانية، سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع مهيوب لأول أشواط الزمول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني. وصل ونان هجر الشحانية محمد بن خالد العطية المركز الثالث، المركز الثالث مكفي هجر الشحانية المركز الرابع، المركز الرابع وارد هجر الشحانية المركز الخامس، المركز الخامس مصيحان هجن الشحانية. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع مهيوب، وتهانينا للمضمر جابر بن سالم بن فاران المري، من قدم لنا مهيوب في أول أشواط الزمول، من غادر بالشوط الرئيسي بالشعار الأدعم شعار هجر الشحانية، مهيوب صاحب هذا الشوط، صاحب الشوط الرئيسي. إذا تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للمضمر جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري على انتزاع مهيوب لأول أشواط الزمول. التوقيت الزمني 7:58 71 جزء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل ونان هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من قدم لنا ونان 8 بدون أي ثواني، 78 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثالث. مكفي مع المركز الثالث هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، من قدم لنا مكفي في المركز الثالث 8:06 64 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات آخر أيام هذا السباق المحلي الثاني، سن الكبار ومنافسات هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. تابعنا الأشواط الرئيسية، تابعنا جزلة من اختطفت أول أشواط الحيل، الثانية لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري، وأتم هيوب لينتزع أول أشواط الزمول. نهني هجن الشحانية ونهني كذلك الشبل جابر بن سالم بن فاران. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق ثالث أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالحيل، نتابع البداية، نسير مباشرة مع أول المراكز مع سحابة على الصدارة لهجن الشحانية، والمتابعة والتضمير لدى محمد بن خالد
العطية، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من الحذرة لهجن الغرافة، يتابع الحذرة سالم بن عامر المدهوشي، بينما أتابع ثالث الأسماء وصول من رسالة لهجن شحانية، ويتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران، وهناك الأسماء القادمة مع رابع المراكز بهذه اللحظات. وصلت فن لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، وأتابع أيضا هناك التقدم مشاهدين الكرام، وصول مشاهدين الكرام من النظر لهجن الشحانية، والمتابعة أيضا هناك لدى الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن أتابع التقدم هناك من مخايل لهجن الغرافة، من تصل مع خامس المراكز بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. هذه الأسماء مشاهدين الكرام، ولكن العودة إلى الصدارة، سحابة هناك على الصدارة على مقدمة الشوط، سحابة لهجن الشحانية تندفع بالبداية بالصدارة، تقود هذه الأسماء سحابة الشحانية هنا على البداية على أرضية ميدان الشحانية، بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا سحابة على البداية والصدارة، رسالة قادمة، رسالة هنا تصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، يقدمها الشبل جابر بن سالم بن فاران، بعدما قدم لنا مهيوف في الشوط الرئيسي في أول أشواط الزمول، يقدم لنا رسالة هنا تتقدم في هذه اللحظات، ولكن شوف الأسماء، شوف القادم وصول من النظر، هنا تصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، وهنا الأسماء القادمة مشاهدين الكرام، وصلت هجن الغرافة مع مخايل، وهناك من الجانب الآخر وصول من فرق لهجن الشحانية، تصل في هذه اللحظات ويتابعها في التضمير سالم بن فاران المري، الله الله، وهناك من الجانب الآخر الحذرة لهجن الغرافة قادمة أيضا بمتابعة المدهوشي، الله يا الأسماء، هنا وصول في هذه اللحظات من شواشة لهجن الشحانية، يتابع جابر بن سالم بن فاران من تنضم في هذه اللحظات، الله يا الأسماء، الأسماء القادمة، ولكن أعود هناك مع سحابة يا العطية، سحابة لهجن الشحانية تنطلق بالبداية والصدارة، سحابة بهذا الشعار الأدعم تتقدم مشاهدين الكرام، تنطلق على الصدارة، ويتابعها بالتضمير المشاغب محمد بن خالد العطية، وهنا وصول القادمة رسالة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ووصول في هذه اللحظات من فرق وصلت لهجن الشحانية، يتابع في التضمير الذهبي سالم بن فاران المري، هنا القادمة أيضا شعار جزلة، قدم لنا الذهبي جزلة في الشوط الرئيسي، ويقدم فرق في الأداء وفي التوقيت، الله يا فرق، وهناك من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم هناك بشعار هجن الشحانية، من تتقدم مع رابع المراكز، الله الأسماء القادمة، أتابع النظر غيرت إلى ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، وهنا الوصول القادمة في هذه اللحظات شواشة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، هنا تصل مع رابع المراكز، وهناك مخايل لهجن الغرافة بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي، القادمة مع خامس المراكز، ولكن أعود إلى الصدارة، إلى التغيير، رسالة غيرت على الصدارة لهجن الشحانية، تنطلق بالبداية، ولكن شوف القادمة، وصلت شواشة القادمة في هذه اللحظات مع 1200، ما تبقى عن خط النهاية، هناك سحابة من الجانب الآخر لهجن الشحانية، ووصول من النظر، وصلت مع رابع المراكز أيضا لهجن الشحانية، الله الله، هناك
هناك هجن الغرافة قادمة مع مخايل. هجن الغرافة بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي، ولكن الهجوم القادم في هذه اللحظات. أتابع ذهول قادمة والأسماء قادمة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع رسالة على الصدارة لهجن الشحانية، ولكن الخطورة قادمة من شواشة ورسالة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فران ثنائية على الصدارة. الله شواشة غادرت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، أعلنت هذا التحدي، انطلقت بناموس هذا الشوط. شواشة بهذا الشعار لدعم تتقدم هنا، تنطلق على الصدارة، تنفرد مشاهدينا الكرام بمتابعة الشبل. جابر بن سالم بن فران من يقدم شواشة على البداية والصدارة. الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق الممتاز. شواشة تغادر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل. جابر بن سالم بن فران من قدم شواشة في هذا الشوط بهذا الأداء المميز. هنا مع لحظات الوصول شواشة تخطف ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل. جابر بن سالم بن فران ثاني المراكز، وصلت رسالة لهجن الشحانية ثالث المراكز. كان الوصول من سلسال لهجن الشحانية ورابع المراكز، وصلت النظر لهجن الشحانية، وخامسا كان الوصول من ذهول لهجن الشحانية. هكذا تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الشوط الثالث، وأتت شواشة لتخطف ناموس هذا الشوط بتوقيت 7 دقائق 46 ثانية 41 جزء من الثانية. التهنية لهجن الشحانية والشبل. جابر بن سالم بن فران ثاني المراكز، كان الوصول من رسالة ب7 دقائق 48 ثانية 49 جزء من الثانية. الثانية لهجن الشحانية والشبل. جابر بن سالم بن فران ثالث المراكز، وصلت سلسال لهجن الشحانية ب7 دقائق 50 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للذهبي سالم بن فران المري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع بتعداد أشواط ومنافسات هذه الفترة الصباحية المخصصة للكبار وانطلاقات الكبار والشعارات الكبيرة الحاضرة والمثيرة بتحدياتها وانطلاقاتها في آخر يوم من سباقنا المحلي الثاني. ومع هذه التحديات الحاضرة والمنافسات المستمرة على أرضية ميدان التحدي، كما تابعنا معكم وبحضراتكم حضور شعار هجن الشحانية مع انطلاقات أشواطنا الثلاثة الأولى، وشاهدنا جزلة من حضرت برفقة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم لنا جزلة المتوجة في هذا الصباح الخاطفة لأولى أشواطنا والمحققة للتوقيت الزمني المميز 7 دقائق 38 49 جزء من الثانية. توقيت جميل ورائع وأيضا مميزا، وتوقيت تحطم تحت خف جزلة وبدون أي تعليمات. كذلك حضر هيوب وكذلك شواشة برفقة الشبل جابر
بن سالم بن فاران. تابعنا أيضا التحديات والمنافسات المستمرة في أشواطنا الثلاثة الأولى، لنشاهد معكم مسيرة الزمول وتحديات الزمول، فحول المستقبل، بنوك الإنتاج، هذه السلالات الحاضرة المتواجدة والباحثة عن تحقيق كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية. لنبدأ مع مسيرة الأسماء الخمسة الأولى وحامل الرقم خمسة، من يفتتح النداء معارك على المركز الأول، وصل بالمعاركة، وصل بالصراع والنزاع مع انطلاقة أول المراكز. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير عند محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا المشاقب انطلاقة معارك على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني يتقدم العساس، يحضر على المرحلة الثانية بانطلاقته، ولكن نرى من الجانب الأيمن حامل الرقم 14 من يتقدم، الواعي الصاحي بانطلاقاته وتحدياته، يحضر على المركز الثاني. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير عند سالم بن فاران المري. المركز الثالث العساس على المركز الثالث لهجر الشحانية برفقة الذهبي بالتضمير. المركز الرابع القادم معدي، من بدأ يعدي من مركز إلى مركز حتى وصل للمركز الثاني، يحضر معدي لهجر الشحانية المالكة، التضمير عند سالم بن فاران المري ليأتي على المركز الثالث بهذه اللحظات، الواعي ورابع العساس. المركز الخامس القدوم من الشعار الغرفاوي، شعار لون الشمس والسماء، يحضر مع هذه التحديات ليحضر بمسيرته مع ختام النداء الأول. تعود أيضا الملكية لهذا الشعار لهجن الغرافة مع تقدم لافي وبمتابعة المدهش سالم بن عامر اللامدهوشي. هذه النتيجة للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود ونتحول إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى معارك على المقدمة والصدارة، المدرك بالانطلاقات والتحديات على مسيرة البداية. تعود ملكية معارك لهجر الشحانية والتضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثاني التقدم من الواعي، الواعي بانطلاقاته بمسيرته ثانيا. تعود ملكية لهجر الشحانية والتضمير عند سالم بن فاران المري. ثالثا وصول معدي، تعود ملكية معدي لهجر الشحانية، التضمير عند سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصول عساس لهجر الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، من يقدم لنا الذهبي على المركز الثاني والثالث والرابع. المركز الخامس التقدم من قبل قالط، يا هلا ويا مرحبا بقالط، من ينطلق على المركز الخامس ومع ختام النداء بنفس الشعار على المركز الأول وبنفس المضمر محمد بن خالد العطية، من يفتتح النداء ويختتم مع كذلك قالت. خلف الخمس أسماء قوية حاضرة متواجدة متبعثرة على أرضية هذا الميدان، وسيل جارف بقيادة شعار هجر الغرافة، نترقب قدومها في الوقت المناسب من مسيرة هذا الشوط ومع انطلاقة الأسماء المتواجدة. إلى البداية نعود، إلى المركز الأول، إلى المسيطر على البداية وعلى المقدمة والصدارة، هنالك المنطلق بشعار هجر الشحانية المتواجد. معارك، معارك على البداية، يبحث عن المعاركة، يبحث عن الصراع، يبحث عن النزاع من قبل الأسماء المتواجدة لتحلو المنافسة مع هذه المنافسات المستمرة، مع هذه التحديات الكبيرة المثيرة من قبل شعار هجن الشحانية مع الأسماء الخمسة الأولى. معارك، تعود ملكية لهجن الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثاني
الثاني يتقدم الواعي لهجر الشحانية بمتابعة الذهبي المركز الثالث، وصول وتقدم من قبل العساس. العساس وصل في وقت الحماس ليبدأ بشد الرحال وأيضا بتحديد المواقع بانطلاقته لأيضا يشد الرحال إلى المركز الأول. لكن شوفوا قالت من الجانب الأيمن هجر الشحانية، الله المشاقب، شاقب المشاقب مع انطلاقة البداية مع قالت العساس قالت هجر الشحانية في حوار ثنائي عنوانه الناموس، عنوانه الإثارة، عنوانه المتعة، عنوانه الحضور القوي المبكر لهذا الشعار، الشعار الأدعم الذهبي والمشاقب، المشاقب والذهبي. الله يا قالت، عاد قالت وقادم الواعي، الواعي قالت العساس الواعي قالت هو الأظفر في هذه اللحظات. شوف القادم، الله هزام يقود زمام الأمور في اللحظات الحاسمة ليختطف أول المراكز. الثاني والتبريكات لهجر الشحاني والثاني محمد بخالد العطية المركز الثاني. وصل قالت لهجر الشحاني ثالثا، كان الوصول مشاهدي الكرام قبل الواعي لهجر الشحاني المركز الرابع، كان وصول العساس لهجر الشحانية المركز الخامس، وصل شقموم لهجر الشحانية. مشاهدي الكرام، متابعينا الأعزاء، حبنا الكريم، تابعنا معكم المسيرة الحافلة بالمنافسة بالتحديات من قبل الأسماء التي ترافق شعار هجر الشحانية وشوارد هجر الشحانية، والتوقيت الزمني للحظة وصول هزام 8 دقائق 3 ثواني. من الزمن الثاني تبقى هجر الشحاني والثاني محمد بن خالد العطية المركز الثاني. وصل مشاهدي الكرام قالت 8 دقائق 4 ثواني. ثمان الزمن الثاني تبقى هجر الشحاني والثاني محمد بن خالد العطية المركز الثالث، كان الوصول من قبل الواعي 8 دقائق 4 ثواني. 18 الزمن الثاني التبريكات لهجر الشحاني والتهنية لسالم بن فاران المري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلق الشوط الخامس والمخصص للحيل، والمسافة هي 5 كيلومترات للأشواط المفتوحة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط مع هذه الأسماء المندفعة هنا في مقدمة الشوط والمركز الأول. هنا في هذه اللحظات نتابع وإياكم المقدمة والصدارة مع فوج لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابعها ويتابع انطلاقتها، بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني مسيلة لهجن المرقاب وبقيادة سعود بن علي المحاربي من يتابعها في عملية التضمير، بينما النقلة على المركز الثالث. هنا نتابع في هذه اللحظات صاحبة المركز الثالث من الجانب الأيمن، نتابع في هذه اللحظات انطلاقتها صاحبة المركز الثالث، ولكن أرى هنا الدخول في هذه اللحظات والقدوم هنا من اللي واصلة الهدوحة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها هادي بن جر الله بن علي بن جر الله. هنا في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة، بينما المركز الرابع نتابع هنا قدوم آخر ووصول هنا في هذه اللحظات من موارد لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هناك في هذه اللحظات نتابعها، بينما أرى هناك من الجانب الأيمن والوصول في هذه اللحظات هنا مع أيضا اللي قادمة اللي هي عنيدة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، نتابع وإياكم في هذه اللحظات الخمس المنطلقة وفي موقع واحد الخمس وفي دائرة واحدة هنا نتابعها ونتابع انطلاقة الخمس المراكز، ولكن بقيادة فوج لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. نتابع وإياكم في هذه اللحظات
هنا التنافس مع مقدمة الشوط ما بين هنا في هذه اللحظات ما بين القدوم وما أيضا مع هذا الأداء مع الدوحة اللي قادمة أيضا في هذه اللحظات وفي موقع واحد مع فوج على المركز الأول. هنا نتابع في هذه اللحظات الدوحة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني وأيضا مرها هادي بن جار الله بن علي الجار الله هنا في هذه اللحظات في مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول غيرت على المقدمة وانطلقت هذا الانطلاق الجميل مع المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني فوج لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثاني منطلقة هنا ومندفعة فوج مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات موارد لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع هنا نتابع في هذه اللحظات مسيلة لهجن المرقاب وسعود بن علي المحاربي من يتابعها هنا في هذا الأداء والتميز مع المركز الرابع والانطلاق نتابع في هذه اللحظات بينما النقلة على المركز الخامس. المركز الخامس نتابع هنا عنيدة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى الخمس المراكز المندفعة المنطلقة نتابع في هذه اللحظات وأيضا نرصد على الكادر هنا أيضا تحتي هناك في هذه اللحظات بين الفارق ما بين الخمس المراكز الأولى وما بين بقية المراكز القادمة هناك وأيضا هذه الأسماء المندفعة في هذا الشوط. ونعود إلى المقدمة وإلى الدوحة الدوحة هي الدوحة مع المركز الأول ومع أيضا انطلاق الدوحة في هذه اللحظات نتابع وإياكم هنا مع أقبالنا مع لوحة الكيلوين لوحة الكيلوين وركز يا بن جار الله ركز يا بن جار الله هنا بانطلاقة الدوحة في المقدمة أيضا في هذه اللحظات بينما أرى هنا يا سلام يا موارد موارد بشعار هجن الشحانية قادمة بانطلاقة موارد هنا نتابع وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق موارد في هذه اللحظات بانطلاقتها واندفاعتها في هذا الشوط بينما المركز الثالث المركز الثالث نتابع فوج لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع هناك مسيلة لهجن المرقاب هنا في هذه اللحظات نتابعها ونتابع سعود بن علي المحاربي من يرافقها في عملية التضمير. المركز الخامس أول ندى في هذه اللحظات اللي مجرة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية ولكن نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى الصدارة. الله يا الدوحة 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 يا سلام يا سلام يا الدوحة مع المقدمة والصدارة منطلقة أيضا في هذه اللحظات نتابع الدوحة بالمركز الأول في المقدمة مع الألف ومئتين متر الخطيرة والدوحة أيضا تنتقل النقلة الممتازة إلى المقدمة والصدارة مع أيضا بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ويضمرها هادي بن جار الله بن علي بن جار الله أيضا في عملية التضمير من يتابعها ويرافقها انطلقت اندفعت مع هذا الأداء يا سلام الله الدوحة والتسعمائة متر الأخيرة نتابع الدوحة من تنطلق وتندفع في المركز الأول وفي الصدارة نتابع انطلاقتها يا سلام. المركز الثاني موارد لهجن الشحانية والمشاغ محمد بن خالد العطية. المركز الثالث مسيلة لهجن المرقاب على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع أول ندى هنا لنوادر لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فران المري يا سلام مع المركز الرابع. المركز الخامس نرى هناك في هذه اللحظات القدوم من أيضا موصوفة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية ولكن الله بالروح أيضا هنا بهذا الانطلاق ونرى أيضا هجن الشقب قادمة في هذه اللحظات ولكن الله بنسلم وبنهني هم على هذا الناموس وعصاها مثبتة في إبطانها هنا في هذه اللحظات وهل الوكير سلام لأهل الوكير سلام أيضا سلام على ظهر الدوحة الله
أوه يا الدوحة، ومشكور يا بن جار الله، مشكور على هذا التضمير الرائع بدون أي تعليمات تذكر عليها. ما شاء الله تبارك الله على الدوحة وانطلاقة الدوحة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الدوحة، أيضا سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والتهنية موصولة لهادي بن جار الله بن علي الجار الله. بينما وصلت على المركز الثاني، المركز الثاني وصلتنا تيها لهجن الشقب، وايضا المضمر سالم بن جابر بن جبران. المركز الثالث، المركز الثالث نوادر هجن الشحانيه وسالم بن فران. المركز الرابع، المركز الرابع العزوم لهجن الشحانيه وبقياده شبل جابر بن سالم بن فران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت مسيله لهجن المرقاب وسعود بن علي المحاربي في المتابعه. تابعنا الدوحه وتابعنا انطلاق الدوحه، يا سلام على هذا الاداء. نتابع في هذه اللحظات الدوحه توقيتها الزمني 7 دقائق 49 ثانيه و32 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس ايضا هذا الشعار، شعار سعاده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني، والتهنئه موصوله للمضمر هادي بن جر الله بن علي بن جر الله على هذا الفوز، والتهنئه موصوله للهلوكير على هذا الناموس المستحق. بينما وصلتنا وفاجاتنا في الامتار الاخيره هنا من وصلتنا اللي هي ايضا تيها، توقيتها 7 دقائق 51 ثانيه 99 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشقب، والتهنئه موصوله لسالم بن جابر بن جبران المري، وصلت على المركز الثالث. هنا نتابع اللي هي نوادر، توقيتها الزمن 7 دقائق 52 ثانيه 29 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه، والتهنئه موصوله للذهبي سالم بن فران المري. في كل مكان تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات أصحاب السمو وشيوخ السعادة وسن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس للزمول من مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، العراف بشعار هجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوش يقدم لنا العراف على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، القادم مناور هجن الشحانية، شبل جابر بن سالم بن فران المري يتقدم مع مناور على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز، هجن الشحانية تتقدم، والمشاقب يقدم لنا الاسم القادم والمنطلق على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هناك المرمر بشعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم مع المرمر على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لهنا اللفاح بشعار هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا لفاح على خامس الأسماء وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وأعود مع البداية مع أول الأسماء، مناور يغير وينطلق إلى البداية بشعار هجن الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فران المري يتقدم مع مناور، وأيضا من الجانب الآخر دامس يغير وينطلق ويستلم زمام الأمور، دامس بشعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية المشاقب يتقدم مع دامس. ثالث الأسماء، العراب بشعار هجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوشي يتقدم مع ثالث إلى أسماء وثالث التحديات. رابع المراكز، عتيم هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع عتيم على رابع إلى أسماء. خامس المراكز من الجانب الآخر، زاهي زاهي يتقدم بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم
سالم بن فران المري يقدم لنا زاهي على خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ولكن أعود مع البداية، أعود مع المقدمة العراف على البداية بشعاري هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوش، يتقدم المدهش على البداية وعلى أول الأسماء بشعاري هجن الغرافة، ثاني المراكز وثاني التحديات القادمة مناور هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع مناور على ثاني الأسماء، ثالث المراكز دامس يا دامس هجن الشحانية الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية، رابع المراكز من الجانب الآخر يتقدم زاهي هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع دامس على أو مع هناك زاهي على رابع المراكز، خامس الأسماء المرمر هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية يتقدم مع خامس المراكز، ولكن أرى الأسماء والشعارات قادمة من الصفوف الخلفية قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، ولكن مناور بدأ ينطلق مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات، هجن الشحانية تقدم لنا مناور، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يحضر ويقدم لنا مناور، ودامس يخير من الجانب الآخر ويتقدم دامس بشعار هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية، وثالث المراكز الله الله زاهي زاهي هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ورابع المراكز رابع المراكز أرى القادم العراف هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي، يتقدم المدهش على رابع الأسماء ورابع التحديات، خامس المراكز المرمر هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير بدأ الانطلاق من هذه الزمول المنطلقة لأجل الفوز ولأجل الانتصار، دامس 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 هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا دامس مع أول الأسماء، ثاني المراكز من الجانب الآخر زاهي زاهي هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع زاهي من الجانب الآخر، ثالث المراكز المرمر المرمر هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، رابع المراكز مناور قادم مع رابع المراكز هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري العراف على ثالث رأى خامس المراكز هجن الغرافة، ولكن أعود مع التحدي الأول ما بين دامس وزاهي، الله 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 شعاري هجن الشحانية على المقدمة يقدم لنا دامس، هنا أيضا محمد بن خالد العطية وزاهي من الجانب الآخر بشعاري هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن دامس 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 مع الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ونهني محمد بن خالد العطية من قدم لنا دامس، فتهانينا والناموس. ثاني المراكز زاهي هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ثالث المراكز العراف هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، ورابع المراكز المرمر بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، وخامس المراكز مناور بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ها هو دامس يصل إلى خط النهاية، والتوقيت الزمن ولحظة وصوله إلى خط النهاية 8:03 34 جزءا من الثانية، تهانينا وناموس الهجن الشحانية، ونهني محمد بن خالد العطية مقدم لنا دامس، ثاني الأسماء آتا زاهي بشعار هجن الشحانية 8:04:72 جزءا من الثانية، تهانينا وناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري من قدم لنا دامس، ثالث أو هنا من قدم لنا زاهي، ثالث المراكز
هات العراف شعار يهجن القراف، التوقيت الزمني 8:35، الجزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن القرافة، ونهني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا الكرام نحييكم مع انطلاقة شوطنا السابع من أشواطنا في هذا الصباح ضمن منافسات وتحديات سباقنا المحلي الثاني في انطلاقات صباح هذا اليوم مع السن الكبار سن الحيل والزمول وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ينطلق على بركة الله سابع الأشواط يحمل لنا جديد المنافسة والتحدي بانطلاقة هذا المسار الجميل مع اندفاعة سن الحيل. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط لنتابع مقدمة المسار مع البداية والصدارة وللأسماء المتقدمة. هذه كود في مقدمة الشوط من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المر الذي يقدم لنا كود مع البداية ومع الصدارة، بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع القدوم في هذه اللحظات. من وصلت في هذه اللحظة مهيوبة خذت المركز الثاني من هجن الشحانية، بينما في عملية تضميرها سالم بن فاران المري. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع المركز الثالث. يأتي القدوم من غزلان اللي خذت المركز الثالث من هجن الشحانية، ومتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتابع لنا تحركات غزلان في المركز الثالث، بينما على رابع المراكز تابع التقدم الممتاز اللي نتابع من خلال هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع. القادمة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء والتواجد من ذهوب من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما النقلة مع المركز الخامس خامس المراكز الوصول من الدوح اللي خذت المركز الخامس لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني هادي بن جار الله بن علي من يتابعها في عملية التضمير. هذه الخمس المراكز المتقدمة في أول إذاعة وفي أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط مع رحلة الخمسة كيلومتر خلف الخمسة المراكز. أعداد متواجدة في هذا الشوط في منافسة ولا أروع على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في خاتمة أيام سباقنا المحلي الثاني. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتابع الصدارة والبداية. تواجد من كود على مقدمة الشوط في أول ندى، ولا زالت هي المتزعمة لهذه المسيرة والقيدة لهذه الأعداد المندفعة في هذا الشوط من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم كود في المركز الأول، يدفع بكود في مقدمة الشوط في هذا الصباح، بينما المركز الثاني يأتي التواجد مشاهدين الأعزاء على مستوى المركز الثاني من مهيوبة اللي خذت المركز الثاني من هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم الاسمين كود ومهيوبة في هذا الاندفاع الجميل والمنافسة المميزة، بينما المركز الثالث التواجد هناك من ذهوب في المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي المركز الرابع غزلان من هجن الشحانية اللي متواجدة في هذا المسار الجميل في هذه الانطلاقة الرائعة بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم غزلان في المركز الرابع، بينما خامس المراكز وموقعها في المركز الخامس وتحمل الرقم 5 هذه الدوحة مشاهدين الأعزاء العايدة ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن
عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله، بن علي من يتابعها في عملية التضمير. هذه الخمسة المراكز في ثاني ندى، في ثاني تحدي على هذا المسار الجميل. نتابع هذه الاندفاع ما تحمل من جديد الإثارة والتحدي لخط النهاية، بينما هناك الأعداد قادمة في هذا الشوط. شوف الكادر السفلي من أيضا يحمل لنا تحديات ومنافسات أيضا مع الكادر السفلي، مع الأعداد القادمة في هذا الشوط، في منافسة جيدة ومميزة هنا مع الأصايل وتحديات سن الكبار لوحة اثنين. ولا زالت القيادة والتحدي مع كود في مقدمة الشوط. ما شاء الله على الأداء الجميل والاندفاع المميز من هيجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المر الذي يقدم كود في المركز الأول وفي صدارة الشوط، بينما المركز الثاني التواجد هناك أيضا من ذهوب من هيجن الشحانية، والذهبي يعزز الموقف بتواجد ذهوب في المركز الثاني في هذا التحدي الجميل. بينما على ثالث المراكز تابع التقدم الممتاز في هذه اللحظات والاندفاع الجميل على مستوى المركز الثالث، تواجد مهيوبة من هيجن الشحانية مع الذهبي سالم فاران المري. المركز الرابع التواجد مشاهدينا الأعزاء والاندفاع من الدوحة اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها هادي بن جار الله بن علي. بينما في المركز الخامس، خامس المراكز، وصلت ضي من هجن المرقاب، بدأت تتقدم في هذه اللحظات. سعود بن علي بن لحوش لهيبي يتقدم مع ضي في المركز الخامس. الأسماء قادمة، بدأ الهجوم والاندفاع مشاهدينا الأعزاء نحو دائرة الندى. 1200 عن خط النهاية، ياهو تحدي وياهي منافسة جميلة، لكن مقدمة الشوط كود على سكان البداية. لا زالت تأتي بهذا الاندفاع الجميل من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المر الذي يقدم كود في المركز الأول. تقترب من أجواء الكيلو متر الأخير، بدأت تدخل في هذه اللحظات بوابة الكيلو متر المثير. المركز الثاني التواجد يأتي والانطلاق والتحدي من ذهوب من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. في المركز الثالث تنطلق مهيوبة من هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. رابع المراكز، شوفوا تابع، الله، الدوحة بدأت تزيد من سرعتها في هذه اللحظة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله بن علي من يقدمها في هذا التحدي الصباح الجميل. شوف المنافسة الحادة مع الأجواء النهائية، مع الأجواء الذهبية، مع الأمتار الباقية من عمر هذا الشوط. ولكن الزعامة لا زالت على المقدمة في صدارة الشوط منذ أول ندى حتى اللحظات. الدوحة في المركز الثاني، في ثالث المراكز مهيوبة، المنافسة حادة ما بين الثلاث المنطلقات في هذا المسار الجميل. كود ولا الدوحة؟ الدوحة ولا كود؟ ما شاء الله على هذا التحدي الجميل. لكن الذهبي مع كود. سالم بن فاران المري يقدم تحدياته مع البداية، مع هذا الشعار الأدعم الغالي، شعار هجن الشحانية وكود كود 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 في مقدمة الشوط. الذهبي مع الناموس، مع الانتصار، كود. سلام سلام سلام، اللحظات الأخيرة، تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المر الذي قدم كود في هذا التحدي الصباح الجميل. المركز الثاني، وصلت الدوحة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع هادي بن جار الله بن علي. بينما في المركز الثالث الوصول كان من مهيوب من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع غيوض من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس المراكز، المركز الخامس كان من نصيب جفلة من هجن المرقاب مع سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. هذه نتيجتنا للخمس المراكز، أول الأسماء الواصلة إلى خط النهاية، بينما العودة إلى التوقيت الزمني لحظة وصول كود إلى خط النهاية قاطع الخمسة كيلو متر في 7:46 46 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المر. الدوحة من وصل الثانية بتوقيت مقدارة 7:46 88 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والتهني لهادي بن جار الله بن علي. بينما المركز الثالث كان من نصيب مهيوبة وتوقيتها الزمني هو 7:47 24 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية هنا في أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وينطلق أيضا شوطنا الثامن في هذه الانطلاقات الصباحية المميزة، ويوم الختام من عمر هذا السباق المحلي الثاني أيضا، وأيضا أشواط الحيل والزمول. ينطلق شوطنا الثامن المخصص أيضا للزمول، يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا أيضا هذه الأسماء والشعارات المميزة، وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. مباشرة نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في أرضية ميدانة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. من يأتينا البارود بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران. من يتابع البارود مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك من يتقدم مع المركز الثاني شعار هجن الشحانية، وأيضا بمتابعة محمد بن خالد العطية مع عديل الذي يأتي مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع التقدم من العساس أيضا بشعار هجن الغرافة، ومع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. من يتابع لنا أيضا هنا العساس مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدين الكرام مع رابع التحديات في هذه اللحظات، اللي يتقدم مع المركز الرابع هنا يتقدم برزان شعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني وحسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق. من يتابع ويراقب برزان مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من المطلع بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. من يقدم لنا المطلع مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل من خلال هذا الانطلاق الرائع والانطلاق المميز الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة في هذا المسار المميز والجميل. لكن عودة مع البداية مع المركز الأول مع البارود بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران. من يتابع هنا أيضا انطلاقة البارود مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتقدم هنا العساس بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي. من يراقب أيضا ويساير هنا أيضا العساس مع المركز اللي غير بدوره نحو المركز الأول. المركز الثالث وتابع عديل هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني حسن بن محمد بن راشد الصعاق. من يتابع لنا برزان مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من المطلع بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. من يتابع لنا أيضا المطلع في عملية التضمير. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. العساس بشعار هجن الغرافة من يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل، وأيضا سالم بن عامر المدهوشي. من يتابع ويراقب العساس مع المركز الأول. المركز الثاني ميمنة الميدان، هناك من يتقدم البارود بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سالم آل زفران. من يتابع لنا البارود لكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل عديل بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. من يتابع ويراقب عديل مع المركز الثاني المركز الثالث والرابع وصول وتقدم من برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق. ولكن وصول ودخول مشاهدين الكرام من ميمنة الميدان اللي واصل في هذا الانطلاق المميز والجميل.
وصول وتقدم من مفوض لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران الذي يقدم لنا مفوض في هذا الانطلاق المميز والجميل. وأيضا من الجانب الآخر من يتقدم هنا نيمار بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا نيمار مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعين الأفاضل، لكن العساس لا يزال هو من يقود المسيرة في هذه اللحظات بالشعار الغرفاوي، وأيضا المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يتابع ويراقب العساس في هذا الانطلاق المميز. لكن ميمنة الميدان الدخول والوصول من مفوض في هذه اللحظات لجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع مفوض مع المركز الثاني المركز الثالث. وصول وتقدم في هذه اللحظات من برزان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني حسن بن محمد بن راشد الصعاق من يتابع لنا برزان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من عديل بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، لكن ميمنة الميدان هناك نيمار من يتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا نيمار في هذا الانطلاق المميز والجميل. لكن البداية والصدارة والمركز الأول، نقترب مشاهدينا الكرام من لائحة الإعلان الأخير، لائحة الكيلو متر الأخير، كيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. لكن البداية من الجانب الآخر من يغير مفوض بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يدفع بنفوض نحو الصدارة نحو المركز الأول. لكن العساس مع المركز الثاني بشعار هجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يتابع، أيضا انطلاقة العساس المركز الثالث، وصول وتقدم من برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي آل ثاني حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق المركز الرابع، وصول وقدوم من الوسمي لجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع لنا الوسمي المركز الخامس. وصول وتقدم هناك من نيمار بشعار لجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول مع هذا الانطلاق المميز والجميل مع مفوض يا سلام الله على هذا الأداء المميز والجميل بشعار هجن الشحانية والشبر جابر بن سالم بن فاران من يتابع لنا مفوض بدون أوامر ولا شبه أوامر. عصافر بطان راك دوامنا يؤدي أيضا هذا العرض التلقائي المميز مع البداية مع المركز الأول. الله 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 ما شاء الله على هذا الأداء المميز اللي قدمه مفوض في هذا الانطلاق. سلام هجن الشحانية، سلام سلام الشبل، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدمه مفوض. تهانينا ناموس لجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا مفوض مع هذا الانطلاق المميز. المركز الثاني، المركز الثاني وصل المبلش بشعار لجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث وصل العساس بشعار لجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع، المركز الرابع وصول من الوسمي بشعار لجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس وصل هنا أدهم بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا مفوض الذي اختطف ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني وقدرة 8 دقائق 5 ثواني 63 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا مفوض في هذا الانطلاق المميز. بينما المركز الثاني وصل مبلش وتوقيت الزمن 8 دقائق 7 ثواني 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحاني وأيضا للشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا أيضا هنا مبلش مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل العساس وتوقيت الزمن 8 دقائق 8 ثواني 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الغرافة والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. I'm
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للحيل من مسافه 5 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول الأسماء، قطنا بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي في عملية التضمير مع قطنا على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز من الجانب الآخر تتقدم مزوم بشعار هجن الشحانية، والمشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا مزون مع ثاني الأسماء وثاني شعارات. ثالث المراكز أبعاد بشعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم مع أبعاد على ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز القادمة على رابع المراكز مدركة بشعار هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا مدركة على رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء القادمة العيدهية هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا العيدهية على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نعود إلى البداية، قطنا على المقدمة بشعار سعد شيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يتقدم في عملية التضمير ويقدم لنا قطنة على البداية وعلى انطلاق الشوط التاسع. ثاني الأسماء وثاني الشعارات مزوم بشعار هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا مزون على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز أبعاد هجن الشحانية، ومحمد بن خالد العطية يقدم لنا أبعاد على ثالث الأسماء. رابع المراكز من الجانب الآخر تتقدم وداع هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا وداع تسللت إلى ثالث الأسماء. رابع المراكز أيضا القادمة أبعاد هجن الشحانية وهنا المشاق محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء والمنطلقة على خامس التحديات العيدهية هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. نعود إلى قطنة على المقدمة وعلى رأس حربة هذا الشوط بشعار سعد شيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي في عملية التضمير مع البداية مع قطنة ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا القادمة والمنطلقة وداع، وداع بشعار هجن الشحانية، أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا وداع على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا قادمة مزون هجن الشحانية، المشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا مزون على ثالث الأسماء. رابع المراكز العيدهية هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا العيدة هي من تسللت إلى ثالث المراكز. خامس الأسماء القادمة أبعاد هجن الشحانية، المشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا أبعاد على خامس الأسماء. ها هي الخمسة شعارات المتقدمة والخمسة الأسماء المندفعة، وأرى هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. وأعود مع وداع من غيرت وانطلقت إلى البداية.
البداية واستلمت زمام الأمور. وداع تنطلق بشعارية جن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا وداع على أول المراكز وأول التحديات. ثانيا قطنا مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات بشعار سعد شيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يقدم لنا قطنا على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمة مزون بشعاري هجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا مزون. رابع المراكز من الجانب الآخر تتقدم وتنطلق هناك مدركة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامس المراكز الهشامية وأول نداء للهشامية بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وفي عملية التضمير حمد بن طالب بن عمارة. ولكن أعود مع البداية والكيلومتر الأخير نستفتح أبوابه. الله يا وداع وداع البداية هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا وداع البداية. قطنا على ثاني الأسماء بشعار سعد الشيق علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. ثالث المراكز مدركة قادمة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري الهشامية على ثاني الأسماء بشعار سعد الشيق عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وحمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير. وأيضا قادمة المنطلقة على خامس الأسماء وخامس التحديات عجبة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن أعود معه وداع وداع وقطنا. الله الله قطنا ووداع. لكن قطنا غيرت وانطلقت إلى البداية بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. ثاني الأسماء القادمة وداع. وثالث المراكز المنطلق على ثالث التحديات عجبة 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 هجن الشحنية. وأيضا الاسم القادم الله يا مدركة 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 هجن الشحنية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. تهانينا وناموس لهجن الشحنية على هذا الفوز وعلى فوز مدركة. ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني المراكز عجبة بشعاري هجن الشحنية مع محمد بن خالد العطية. وثالث المراكز قطنا بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني. ورابع المراكز الهشيمية بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وخامس المراكز خامس المراكز للطامة بشعار هجن الشحنية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء ها هي مدركة. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز مدركة. والتوقيت الزمني 7:53 و76 جزء من الثانية. تهانين وناموس لهجن الشحانية. ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران المري من قدم لنا مدركة. ثاني الأسماء وثاني التحديات عجبة هجن الشحانية. 7:54 و68 جزء من الثانية. ونهني محمد بن خالد العطية من قدم لنا عجبة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز قطنا بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بجاسم الثاني. والتوقيت الزمني 7:55 و60 جزءا من الثانية. ونهني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. فتهانينا والناموس للجميع. We'll be right back.
الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، انطلق على بركة الله وتوفيق الشوط الختام يحملنا جديد المنافسة والتحدي على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات سباقنا المحلي الثاني في آخر أيامه في هذا الصباح. نتابع مع حضراتكم انطلاقات سن الكبار سن الحيل والزمول. ينطلق شوط الختام وهو في المجموع 10 أشواطنا الصباحية. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط، بينما نبدأ مباشرة مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط لنتابع المقدمة والصدارة هذه الشرود. في مقدمة الشوط أول الأسماء المندفعة العايدة ملكيتا لهجن البدع ويضمرها راشد بن حمد بن علي المدهوش الذي يقدم لنا نجومية البداية بتقدم الشرود في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. النقلة مع المركز الثاني، يتابع القادمة هتيام على ثالث المراكز أو على ثاني المراكز من هجن المرخية، بينما في عملية تضميرها محمد بن حميد بن راكان الوهيبي من يقدم لنا هتيام على المركز الثاني. ولكن هجن الغرافة سرعان ما تتدخل في هذه اللحظات وبدأت تغير إلى ثاني المراكز بشويش اللي بدأت تغير وتنتزع المركز الثاني من هجن الغرافة، بينما في عملية تضميرها مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. نقلة مع المركز الرابع، رابع المراكز وتابع القدوم في هذه اللحظات من الذهيبة من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المر الذي يقدم الذهيبة في المركز الرابع. النقلة مع خامس المراكز، والمركز الخامس أصبح من نصيب بنت الظبي من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه الخمس المراكز في هذا التحدي الجميل في أول أمتارنا مع الخمسة كيلومترات الحاضرة في هذا المسار الصباحي الجميل في انطلاقاتنا الصباحية المميزة باندفاعات هجن أصحاب السمو والشيوخ السعادة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة لهذه التحديات الصباحية مع عالم الأصايل وتحديات رياضة سباقات الهجن. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط مع الشرود اللي في المركز الأول تقود هذه الأسماء منطلقة بشعار هجن البدع مندفعة في هذا الشوط، وراشد بن حمد بن علي المدهوشي الذي يقدم الشرود في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط، بينما أتابع بنت الظبي التي بدأت تقترب مشاهدين الأعزاء من مركز الصدارة من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم بنت الظبي في المركز الثاني بشويش في المركز الثالث من هجن الغرافة مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي الذي يقدم بشويش في المركز الثالث وفي رابع المراكز. المركز الرابع وتابع القدوم في هذه اللحظات، بدأ التدخل من الأسماء الواصلة وصلت في هذه اللحظات الذهيبة من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المر الذي يقدم الذهيبة في المركز الرابع. ناخذ اللي في المركز الخامس، وفي المركز الخامس القادم هتيام من هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي من يقدم لنا هتيام في المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز المنطلقة في هذا التحدي مع الخمس المراكز المذاعة والفايف ستار. خلف المراكز الخمسة هذه الأسماء قادمة بدأت تظهر لنا مع الكادر السفلي مع هذا التحدي الجميل في هذه المنافسات المميزة. ما شاء الله على الأعداد أيضا الحاضرة مع تحديات سن الكبار وبانطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. وين البداية؟ الشرود لا زالت في مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات تقود هذه الأسماء ومندفعة بالمركز الأول تحمل لشعار هجن البدع متقدمة على جميع هذه الأسماء في هذه اللحظات مع راشد بن حمد بن علي المدهوش الذي يقدم الشرود في المركز الأول. ولكن هجن الشحانية مع بنت الظبي هناك بدأ التحدي الجميل في هذه اللحظات، وبدأت بنت الظبي تقترب هناك من التحدي مع مركز الصدارة. هذه بنت الظبي اللي على المركز الثاني من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري وبشوي
الجيش في المركز الثالث، تحمل ايضا لشعار هجن الغرافة ومدهش المضمرين يتواجد مع بشويش في المركز الثالث ورابع المراكز. الذهبي بدأ يدفع بتحدياته مع الذهيبة في المركز الرابع من هجن الشحانية، قادمة في هذا التحدي الجميل مع تسلسل هذه الارقام الى المركز الرابع. تابعوا هذا المنظر الجميل في المركز الخامس، خامس المراكز يتيام من هجن المرخية مع محمد بن حميد بن ركان لوهيبي. هذه مشاهدين الاعزاء الخمس المراكز، بدأت السرعة، بدأ التحدي، بدأت الإثارة، بدأ الانطلاق في مسار الشوط، وبدأت أيضا هنا مشاهدين الأعزاء تظهر الأسماء القادمة نحو التحدي، نحو المنافسة الحادة. 1500 متر عن خط النهاية، ولكن نجومية هجن البدع لا زالت مع الشرود حاضرة في هذا الصباح، منطلقة في هذا التحدي الجميل. ما شاء الله على هذا الاندفاع من هجن البدع مع الشرود. يلا يا المدهوش يركز مع التحديات الأولى. المركز الثاني بنت الظبي من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بسالم بن فاران المري، الذهبية واصلة أو الذهيبة، الذهيبة في المركز الثالث من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، وبشويش في المركز الرابع من هجن الغرافة مع مدهش المضمرين. في المركز الخامس هجن المرخية تدفع بأتيام في هذه اللحظات محمد بن حميد بن راكان لوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، بينما موقعنا نقترب في هذه اللحظات من الإعلان الأخير، وها نحن في بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. وبنت الظبي، بنت الظبي، بنت الظبي في مقدمة الشوط ترقص رقص الظبا في مقدمة الشوط من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم نجومية البداية مع بنت الظبي. لكن الأسماء قادمة، هجن البدع مع الشرود، وصلت هجن المرخية مع أتيام تبحث عن الأتيام المميزة. هجن المرخية الله في المركز الثاني في هذا التحدي الجميل. هجن المرخية مشاهدين الأعزاء، محمد بن حميد بن ركان لوهيبي في المركز الثالث، الذهيبة من هجن الشحانية مع الذهبي في المركز الرابع، انضمت متعبة من هجن الشحانية، وصل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس تقدمت معزة من هجن الشحانية مع الذهبي. هذه النتيجة، ولكن شوف التحدي الجميل في مقدمة الشوط. الله 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 الله، هجن المرخية تتقدم في هذا المسار الجميل. أتيام 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 في مقدمة الشوط. أتيام مشاهدين الأعزاء انطلقت نحو الانتصار. أتيام في هذا الصباح حضرت حضور الكبار، ما شاء الله من هجن المرخية في هذا التحدي الجميل. محمد بن حميد بن ركان لوهيبي يقدم أتيام في المركز الأول، بينما الذهيبة في المركز الثاني، وبنت الظبي في المركز الثالث، ولكن أتيام هي الأقرب، هي الأقرب إلى الناموس والانتصار. سلام 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 لهجن المرخية، سلام سلام أتيام، سلام. خط النهاية يقف لها حبا واحتراما بهذا القدوم التهني موصولة لمحمد بن حميد بن ركان لوهيب الذي قدم أتيام في شوط الختام لتكون نجمة هذا الشوط في هذا الصباح. المركز الثاني من وصلت على ثاني المراكز، الذهيبة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم فاران المري. المركز الثالث كان الوصول من بنت الظبي من هجن الشحانية مع الشبل جابر بسالم فاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب نايلة من هجن المرقاب مع سعود بن علي بن حميد أو بن حمد لوهيبي. والمركز الخامس، المركز الخامس من نصيب متعبة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، بينما لنا عودة إلى التوقيت الزمني لحظة وصول أتيام إلى خط نهاية قاطع الخمسة كيلومتر في 7 دقائق 54 ثانية، 63 جزء من الثاني. تهانينا لهجن المرخية والتهنئة وصولة لمحمد بن حميد بن ركان لوهيب الذي قدم أتيام في المركز الأول في شوط الختام. المركز الثاني من وصلت الذهيبة بتوقيت مقداره 7 دقائق 56 ثانية، 25 جزء من الثانية. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث من وصلت بنت الظبي بتوقيت مقداره 7 دقائق 56 ثانية، 89 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الأعزاء تابعنا مع حضراتكم شوط الختام وما حمل من تحديات جميلة، مذكرين في هذه اللحظات مع هذه اللوحة المميزة التي أيضا تظهر أمامكم على شاشة قناة الريان صاحبة الشوط الرئيسي الأول
جزلة حضرت بتحديات مميزة وبانطلاق كبير من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري الذي قدم لنا جزلة في أول الأشواط وقدم لنا جزلة مع التوقيت الأجمل والذهبي واللامع في صباح هذا اليوم من الخمسة كيلومتر 7:38 49 جزءا من الثانية ليكون أفضل توقيت يسجل على مدى المحلي الأول والثاني. بينما الشوط الرئيسي الأول للزمول حضرم هيوب بتحدياته الجميلة ويحمل لشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بسالم فاران المري الذي قدم مهيوب في هذا الشوط الشوط الرئيسي الأول الخاص بالزمول ليخطف الناموسي والانتصار. هكذا أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، شكرا أيضا لمخرجين محمد بن خزينة وإلى أيضا المخرج المنتج عبد الله الخوار. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام وصفنا لحضراتكم ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحاني لسباقات الهجن في منافسات سباقنا المحلي الثاني ليكون خاتمة أيامه في صباح هذا اليوم بأمل أن نلتقي بكم في المحلي الثالث وإلى أيضا تحديات كبيرة مع عالم الأصايل وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. إلى ذلك معدمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.